رجل. ايوا المغرب وبلاد الاسلام بلاد المسلمين، وهذه هي بلاد المسلمين، كنموتوا بالعطش هانتوما، وبلاد التقاعد، بلاد الجنود اللي خدموا المغرب، اللي خدموا المغرب 32 عام، وفي الاخر جا ما لقاش تقرع عاد الما يشربها، كيدور بالبواده باش يسقي، كيتسنى السيتيرنا، جا من السيتيرنا والبيدو، جا السيتيرنا والبيدو. ولاد الجنود المغاربه اللي خدموا المغرب وضحاو، هما هادو هانتوما ها الحياه ديالهم، غا خايفين ما قادرينش يبانوا، وما راهم واقفين بالبواده كيسعوا. المغاربه المغرب هذا المغرب الحق والقانون، فينا هو الحق وفينا هو القانون، بغينا نعرفوا الحق والقانون فينا هما. زيدي تبعيني تبعيني، كيديروا لنا المهرجان، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق على شي كيديروا لنا. من الصباح حنا كنتسناو سيتيرنا، سيتيرنا وما قدروش يقوموها، مشاو شكلوا المازوت وخراو ليصانص ديال الموتور اللي غيدوز الماء للناس. هذا هي المعازيز اقليم خميسات، وجلالة الملك واش الحق المغاربه، وراهم ضايعين وراهم مكرفصين وتيموتوا بالعطش، واش حتى الماء ما كاينش، واش واحد خادم غا خمس سنين في المغرب وكيجي يلقى لا بيسين ويلقى فيلا ويلقى طوموبيل، وواحد في المغرب خادم 32 عام وفي الاخر يجي الزبيد يتسنى السيتيرنا يسقي منها، واش ماشي حشومه عليكم؟ واش هذه هي بلاد المسلمين؟ هذا هو المغرب؟ واش هادو هما المغاربه؟ فين حقوق الانسان؟ فين الناس اللي غيدخلوا في هادشي ويشوفوا هاد العذاب اللي كنعيشوا حنا؟ وديري لينا المهرجان، واش حنا المهرجان اللي خاصنا والشيخات؟ الله ياخذ فيهم الحق. زيدي صوري الزباله اللي كيلقيو بلاصه المهرجان يجيو يلقيو غير الزباله، حنا ولا ناموس تيقتلنا، لا ما لا باش يغسل بنادم، وزايدين لينا مخلي لينا الزباله. ها هما الناس كيدوروا ببراوتو علينا، راه ما كاينش اللي فيه النفس يجي يبان يهضر، ولا يجي يشوفوا الناس يشوفوا هاد العذاب فاش عايش بنادم اللي في الاخر ولا بنادم تيتسنى يضرب البواده بحال الكلب. ما بقات عندنا حتى قيمه في هاد البلاد هادي اللي جابوا لينا ليها غير الشفاره، ما كاين لا محاسبه لا حتى حاجه. اجيو تحاسبوا مع هاد الشفاره، شوفوا واش تيديروا لينا، اجيو تحاسبوا معاهم، تحاسبوا معاهم، شوفوا شكون اللي حاط اليد على هاد البلاد هادي تياكل فيها. هادشي راه ماشي معقول، راه حشومه عليكم، عينا ما نهضروا، ما بغيتوش كاع ما بغى حتى واحد يسمع الصوت ديالنا. واش حتى الحق ديال الماء ما كاينش باش نشربوا غير قطره د الماء ونغسلوا ولادنا؟ ما كاينش هاد الحق، ما تعطاش لينا فهاد الصهداده وفهاد الموت. كنا كنشوفوا الصومال وكنقولوا اش هادشي كيطرى في الصومال، دابا ولينا حنا هما الصومال، ولينا بلاد الصومال هي هادي اللي ولا فينا، ولا الجوع والقهرة والعطش وكلشي كاين فينا، وما كاينش اللي غيشد لك الحق ولا يهضر معاك. واش هادي بلاد الاسلام؟ هذا بلاد المغرب، هادي هادي مغرب، هادي مغرب، هادي راك لكم. حنا ما بقيناش عارفين راسنا، راه حنا مغاربه، انا ما بقيتش عارفه راسي، رانا مغربيه. الا كان المغرب بحال هكا راه تنتمناو الموت ولا هاد المغرب هذا نعيشوا فيه. ولادنا مكرفصين وحنا مكرفصين، وجندي خادم 32 عام ديال السيرفيس وفي الاخر يجي يضرب بالبواده تسعه، جا من البيدو ومن السيتيرنا وجايبين لينا السيتيرنا وبيدو، وحتى السيتيرنا ما قدروش يقوموها، حشومه عليهم. الوالدين عطاو الدم ديالهم في الصحراء وفي الاخر كيتكرفصوا علينا بحال هكايا. واش هادي دوله ديال الحق والقانون؟ فينا هو هاد الحق وفينا هو هاد القانون؟ الله ياخذ فيهم الحق، والله ياخذ فيهم الحق على هاد العذاب اللي داير لينا وعلى هاد العيشه اللي وصلونا ليها ولاد الدل. ولينا كنموتوا، الحراره شاعله في الدنيا وحنا ما لاقينش الجغمات اللي ما نشربوها ونغسلوا لولادنا. حشومه عليهم هادشي اللي كيديروا لينا، حشومه عليهم. حنا ماشي ضد ان واحد يكون جندي ولا يكون، راه حنا تنفتخر تنفتخر ان با خدم المغرب والزوج ديالي خدم المغرب، ولكن حتى الشرف ديال هاد المهنه بغينا حتى لولادنا، ولكن ما بقاش هاد الحلم تقدر توصلوا حتى هو، غير نصيفطوا حتى ولادنا يخدموا الدول المغرب، ما بقاش هاد الحلم تقدر عليه. خصك تبيع دارك باش تدخل ولدك يخدم في المخزن ولا بنتك، اللهم بعتيها لا دخلتي باش تعرف المغرب علاش وصل. ابسط حلم ما بقيتيش تقدر توصلوا، وابسط حلم هي تشرب غير قرعه الماء ما كاينش. المغرب هذا، هذا هو المغرب اللي ما تيعرفوش، هو هذا المغرب، ها هو ها المغرب اللي ما عرفتوش، هو هذا العطش بلاد الصومال اللي كنا كنشوفوا احنا ولينا عايشينها هي هذه. والمهرجان راه قالت خاصنا المهرجان، والله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق على هادشي اللي كيديروا لينا. وتنتمناو يجي شي واحد شي محسن، يجي شي محسن يجيب لنا شي جغمه الماء، راه حنا تنموتوا. اما ما بقيناش نطلبوا هادشي من المسؤولين، ما كاين حتى مسؤول، كاين غير الشفاره صافي.